الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا يقيم الصلاة وينفق مما رزقناه علانية من قبل أن
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الحبيب وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم
بكل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه إن الإنسان لظلوم كفار
عليه رحمة الله، الله يرحمه، رحمة الله عليه، نسمع عنه خير إن شاء الله، ربنا يجعله في باب الجنة. اغفر لنا وله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وروق بالك يزيدك تجلي النور انت واللي يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمن تبعني فإنه سيبه معلش سيبه غايز بس نسمع القرآن معلش بهدوء. صلى الله عليه وسلم. من المقرب طب طب يعني انت اهلا وسهلا اهلا شكرا مرحبا اهلا وسهلا عشان ايه؟ طيب حاضر حاضر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير عند بيتك المحرم.
ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا تهوي إليهم وارزقهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللوالدي وللمؤمنين
يوم يقوم الحساب. افتح عليك يا دكتور. ما يفتح عليك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل الحمد لله الحمد لله ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل ولا تحسبن الله غافلا
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أولم تكونوا أقسمتم من زواد وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
صدق الله العظيم. وأخوة الإيمان الإسلام، استمعنا إلى ذلك العالم القرآني، طلعني فضيلة القار الدكتور عبد الناصر حرس القريب الاذاعه والتلفزيون، الاذاعه المحليه مارقه ربيه، وكبرى مخازن فراشة الكبرى الحديثه، دار الحاج احمد عطايا واولاده تحت دار المهندس ياسر احمد والسيد احمد المكتب هذه البلده. اخي المعز الكريم، شكر الله ويسعدكم جميعا.